توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة بإنشاء جسر جوي ومن خلال طائرات القوة الجوية العراقية. هذه الوجبة السابعة التي تنطلق من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية باتجاه مطار العريش. الوجبة الآن محملة ب 15 طن من مواد غذائية مقدمة من الشعب العراقي والحكومة العراقية إلى شعبنا المحاصر في قطاع غزة. الرحلة يرافقها الهلال الأحمر العراقي وتسلم في مطار العريش إلى الهلال الأحمر المصري ومن ثم التنسيق بدخوله إلى قطاع غزة. القوات المسلحة العراقية والقوة الجوية العراقية جاهزة ومثل ما أشرت هذه الوجبة السابعة، ونحن مستمرين بالجهد الجوي والجسر الجوي اللي أمر به السيد القائد العام للقوات المسلحة من نستمر بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وزارة الدفاع مستمرة. شوف احنا رغم انه يمكن كانت قبل ايام عندنا الانتخابات لمجالس المحافظات وتشوف انه الكل كان مشغول، لكن بنفس الوقت احنا جاهزين رغم كل الظروف اللي تمر بالبلد والظروف الاقليمية والدولية. هناك حروب كبرى، هناك نزاعات، لكن الرسالة الانسانية للجيش العراقي يجب ان تستمر، وكوزارة الدفاع على رأس السيد معالي وزير الدفاع السيد رئيس أركان الجيش وجهوا بتوفير كل مستلزمات إنجاح وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. استمراراً للنهج الثابت للعراق بدعم القضية الفلسطينية وما يعانيه أهلنا في قطاع غزة من حصار جائر ناول كثير من المواد، لا سيما الحصار على المواد الغذائية. لذلك أمر دولة الرئيس بأن يكون هناك جسر جوي ما بين العراق وقطاع غزة من خلال إيصال هذه المواد إلى مطار العريش. اليوم الوجبة السابعة تنطلق إن شاء الله بعد قليل، وهي تحمل طائرة على متنها ما يقارب 15 طن من المواد الغذائية ليصل عدد المواد التي تم إيصالها من المواد الصحية والإغاثية والطبية بما يقارب 90 طن، فضلا عن 10 مليون لتر تم إرسالها يوم الخميس الماضي. حقيقة هذا الموقف ليس بغريب على العراق بإسناد أخوانه وأشقائه من الدول العربية حينما تتعرض لكوارث أو حروب، وهذا الأمر حقيقة في هناك قصص عجيبة قد نذكرها في بعض المرات. يعني الكثير من المواطنين يتصلون يتبرعون بالحصة التموينية التي يستلموها لأجل تسجيل أسماءهم في هذا المحفل الجميل. لذلك حقيقة اليوم العراق ومن خلال هذا قناتكم المباركة يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لأجل إيقاف هذه المجازر وهذا الحصار القاتم على جثون أبنائنا من قطاع غزة المحتل. الوهلة الأولى قامت جمعية الهلال الأحمر بالتنسيق مع الحكومة العراقية بتقديم المساعدات إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري، والمساعدات هي مكونة من مواد طبية وإغاثية ويتم إيصالها إلى مطار العريش، ومن خلال مطار العريش يتم إيصالها إلى قطاع غزة. والمساعدات هي مستمرة لكون المساعدات متوفرة في مخازن جمعية الهلال الأحمر ومستودعات الدفاع الجوي، والمساعدات مقدمة من الشعب العراقي والحكومة العراقية وجمعية الهلال الأحمر ومجموعة متبرعين.